السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، تلاميذ المستوى السادس، تحياتي لكم. أقدم لكم في هذا الفيديو نموذج لامتحان موحد محلي للسنة السادسة، استعدادا لدورة يناير 2024. إذا نبدأ على بركة الله مع الأسئلة. ما تنسوش الإخوان تعطيونا جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتخليو لنا شي كومنتير زوين، الله يكبر بكم. السؤال الأول يقول: أتمم ما يلي بما يناسب. يتكون الهواء من عدة غازات، حيث يشكل 78% و 21% وغازات أخرى ب 1%. إذا غادي تذكروا لنا أسماء الغازات أسماء الغازات التي تكون الهواء. أجب بصحيح أو خطأ. إذا في هذا السؤال غادي تحاولوا تركزوا شوية وتقراوا العبارات وتحاولوا تكتبوا لنا إما صحيح أو خطأ. إذا الهواء ضروري في عملية الاحتراق. خلال التحول الفيزيائي تتغير المادة من حيث تركيبتها. خلال التحول الكيميائي تظهر خواص جديدة. الحساسية الشعورية هي الشعور بإحساسات متعددة ومختلفة. إذا غادي تقراو العبارات بشكل جيد وتحاولوا تكتبوا إما صحيح أو خطأ. ثالثا، أذكر نوع التغير، هل هو كيميائي أو فيزيائي. إذا عندنا مجموعة ديال الحالات: انصهار الجليد، صدأ الحديد، تسوس الأسنان، احتراق الخشب. غادي تحاولوا تذكروا شنو هو نوع التحول كما رأيتوا في الدرس في التغيرات ديال المادة. رابعا، أتمم بكتابة أسماء مكونات الجهاز العصبي للإنسان. إذا هذه الوثيقة اللي في الجانب كتبين لنا الجهاز العصبي، هي رسم تخطيطي للجهاز العصبي. غادي نذكروا المكونات ديالو الثلاثة، نحاولوا نركزوا ونجاوبوا بطريقة صحيحة وسليمة. إذا خامسا، أكتب اسم التحركية أمام كل جملة. إذا غادي نحاولوا نقراوا العبارة ونكتبوا نوع التحركية التي في العبارة. يريد عمر حمل قلم ليكتب فيحمله بيده. حرك سعيد رجله بسرعة بعدما وخزه أخوه بإبرة وهو نائم. كده كيتطلب منا شوية ديال التركيز أعزائي التلاميذ، ونحاولوا نكتبوا اسم التحركية بشكل صحيح. سادسا، أتمم الخطط التالية للتحركية التي قام بها سعيد وهو نائم بعدما وخزه أخوه. إذن هناك الجلد هو المهيج، هو الإبرة. إذن الجلد هو الذي يستقبل الإهاجة. ثم علينا أن نذكر من ينقل السيالة العصبية، المركز العصبي الذي يحلل السيالة، وكذلك العنصر الذي ينقل السيالة الحركية، والمستجيب الحركي الذي يقوم بالحركة. إذن فهذوك الخانات الفارغة غادي نحاولوا نملؤها ونكتبوا العناصر الناقصة. إذا شوية ديال التركيز أعزائي التلاميذ، والأجوبة ديالكم تكون مركزة إن شاء الله بإذن الله تعالى وتكون صحيحة. سابعا، صنف ما يلي حسب الجدول: الضجيج المتواصل، التدخين، السكري، قلة النوم، الأنيميا، السمنة. إذا هناك اختار على الجهاز العصبي وامراض سوء التغذيه. اذا غادي نقراو العبارات او هاد العناصر، نقراوهم بشكل جيد ونفهموهم ونحاولوا نصنفوهم في الجدول. بالنسبه كما كتعرفوا بان النشاط العلمي كتقرب التناوب بين اللغه العربيه والفرنسيه، كيكون عندكم واحد السؤال اعزائي التلاميذ باللغه الفرنسيه: غارد لي زيماج اي بريسيز لو تيب كوريسبون à chaque milieu environnemental en utilisant les mots suivants: milieu marin, milieu forestier, milieu saharien. إذن عندنا وسط طبيعي، وسط صحراوي، وسط مائي. كل اسم غادي نكتبوه تحت الصورة المناسبة. إذن الصور واضحة. تاسعا، أتمم الخطط التالية لسلسلة غذائية من اختيارك: منتج، مستهلك من الدرجة الأولى، مستهلك من الدرجة الثانية، مستهلك من الدرجة الثالثة. إذا غادي تحاولوا تكتبوا لنا عناصر ديال سلسلة غذائية من الطبيعة.
هناك مجموعة من السلاسل، غادي تحاولوا تركزوا في سلسلة واحدة وتكتبوا لنا العناصر ديالها. إذا في الأخير كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، واستعداد جيد يكلل بالنجاح. غادي نخلي لكم الأجوبة في آخر الفيديو.